إذا أردت أن أنشئ قالب جديد، فبكل بساطة ما الشيء الذي علي أن أقوم به؟ علي أن أقوم بإنشاء مجلد جديد. فمثلا سننشئ مجلد جديد سنسميه سنسمي المجلد My New Theme، جيد، بهذا الشكل. وإذا ذهب My New Theme، إذن هذا هو. طبعا إذا أردت أن أعرف هذا أنه قالب، فعلي أن أنشئ ملف اسمه style.css، وعلي أن أنشئ فيه ملف اسمه index.html، هذا ضروري. طيب بالداخل الـ index.html ما الشيء الذي أنا أكتبه؟ فقط أكتب مثلا hello this is index.html، جيد؟ طيب الآن بملف الستايل يجب أن نكتب ترويسة القالب، إذا كنتم تتذكرون ترويسة القالب جدا مهمة. وسأكتب هنا أعتقد theme name، وسنكتب هنا اسمه LWN new أو my new theme، اسمه my new theme. وفقط بدنا الآن لو ذهبت إلى المظهر قوالب، بدنا لم يتم عرضه. لماذا؟ لأن يقول أن، لاحظوا، يقول أن أحد ملفات القالب مفقود. هذا إذا كان يوجد بقالبك يوجد خطأ، سيظهر لك الخطأ أين؟ في هنا سيظهر لك الخطأ، هنا موجود. فإذا أردنا أن ننشئ هذا، فبكل بساطة لاحظوا أنا ما الشيء الذي أنا نسيت أن أقوم به. بكل بساطة إذا قمنا بإنشاء مجلد هنا اسمه template، هذا هو الصحيح، أن ننشئ مجلد اسمه template، هل كتبتها صحيح؟ ونقوم بنقل الإندكس للtemplate. فإذا هذه هي الطريقة. فإذا الآن تحديد، فإذا لاحظوا ها هو القالب. لكن قبل أن أريكم محتوياته، دعونا يعني أن أريكم محتوياته بالملفات. فمثلا هنا سأكتب tree مثلا، وهذا لكي تروا. فإذا ملف القالب الذي لدي فيه style.css وفيه template التي فيها index.html. في البداية كان لدينا ملف index.php هو الذي، أو نعم، ملف index.php هو الذي ملف template الرئيسي. الآن لو ذهبنا إلى القالب سنجده هنا، ومجرد أن نقوم بالنقر على تفعيل، جيد، فإذا هذا هو. وإذا ذهبت إلى الصفحة الرئيسية لاحظوا سيكتب hello this is index.html. فإذا الآن أصبح لدينا ماذا؟ أصبح لدينا هذا الملف الوحيد الذي ندعمه الآن بالقالب الذي اسمه index.html. طيب الآن إذا أردت تحرير هذا، فبكل بساطة نفس الفكرة، أحرر باستخدام موقع، نغلق الأشياء الأخرى حتى لا نضيع. فإذا الآن بالنسبة لي الآن بالنسبة لهذا، فإذا نقوم بالنقر على تحرير، وهنا يمكن أن نحرره، جيد. فإذا هذا الشيء الذي تم وضعه هنا بال index.html الآن يمكننا أن نقوم بتحريره. فبكل بساطة الآن يمكن أن نحذف هذا هنا ونبدأ بإضافة شيء جديد. مثلا يمكن هنا أن نضيف هيدر هنا في الأعلى، نضيف هيدر. ما رأيكم أن نضيف هيدر في الإندكس، هيدر وفوتر؟ فإذا لإضافة الهيدر فبكل بساطة يمكن أن نضيف بلوك هنا. فإذا سأضيف بلوك من خلال هنا كتابة تجميع، أجمع هذه الفقرة والتجميع. والآن سأقوم بإضافة شيء اسمه اسم الموقع، بدل site name أو اسم الموقع، اسمه بالعربي، موجود بالعربي الآن ظهر اسم الموقع. فإذا هذا هو الذي سيظهر في اسم الموقع الخاص بي. وثم يمكن مثلا أن أضيف شيء آخر، فإذا add after مثلا أضيف مثلا التنقل. فإذا أضفت التنقل التي هي عبارة عن قائمة، فإذا لاحظوا لدي قائمة هنا للتو تم إضافتها. لكن مثلا لو أنا ليس لدي إضافة هنا ماذا أفعل؟ فبكل بساطة يمكن أن أحذف هذا، جيد، أحذفها بالنقر على حذف وحذف وحذف وحذف. فإذا الآن يمكن أن أضيف شيء جديد هنا، مثلا أضيف مثلا رابط صفحة
مثلا يمكن أن أبحث عن صفحة، مثلا صفحة المكون، أضيف مثلا رابط مخصص، مثلا أي رابط تريد مثلا هكذا، ويمكن أن أدخل إليه بهذا الشكل وأقوم بتغيير التسمية، مثلا أكتب رابط مخصص، عفوا بهذا الشكل، عفوا أخطأت. فإذا هنا نضيف شيء جديد، الرابط هاش مثلا. على فكرة هذا الخطأ ظهر مع اليوم أيضا، فإذا لا أعرف إذا كان متعلق بووردبريس أم لدي فقط. على أي حال يمكن أن نقوم بإضافة الرابط من هنا، ونضيف مثلا هاش بهذا الشكل، وهنا إذا دخلنا إليها يمكن أن نغير التسمية، مثلا نكتب رابط مخصص بهذا الشكل وفقط. فإذا هذه هي القائمة التي لدينا. وأيضا يمكن أن نقوم بنقر على التنقل مجددا، وأن نقوم بإضافة عفوا هنا النقر هنا، وفي الأدنى متقدم نقوم مثلا بتسميتها، مثلا قائمة جديدة في الهيدر، مثلا تسميها أي شيء تريد، وحفظ. القوائم التي لديك تصبح موجودة أي هنا، لاحظوا يوجد هنا إدارة قوائم، فهنا يمكنك أن ترى كل القوائم التي لديك بالطريقة الجديدة وليس بالطريقة القديمة. طيب، فإذا الآن الشيء الذي تعلمناه هنا، ما هو الشيء؟ تعلمنا أننا نريد أن كيفية عرض القوائم وإضافة قوائم بقالب مكونات من خلال مكون جديد اسمه مكون التنقل. ولاحظوا هنا إذا أردت أن أجعل، يعني أن أقوم بالهيدر، أقوم بتنسيقه، فمثلا يمكن هذا أن أجعل لها باك جراوند وأزرق هكذا، واللون لون النص أبيض جيد، وأقوم بجعلها بجانب بعضها البعض جيد، وأعطي مسافة بينها بهذا الشكل. أيضا يمكن أن أعطيها بادينج، لا يوجد بادينج هنا، فيمكن أن لنرى سنقوم بالحفظ ولنرى التغيير. طبعا هو ليس الغرض من هذا الشكل، الغرض منه الفكرة. فإذا الآن لاحظوا أنا قمت بإنشاء هيدر بهذا الشكل. يمكن مثلا هنا أن أقوم بتجميع أيضا حتى أجمعها هكذا، وأقوم بإضافة هنا لدينا مجموعة جيد، و هذه صف جيد، ولدينا مجموعة. لاحظوا أن ليس هنالك أشياء هنا مدعومة كثيرة، لا يوجد خصائص مدعومة لهذه الأشياء الافتراضية التي لدينا هنا، وهذا السبب. بالسبب ماذا؟ لماذا ليس هنالك دعم؟ لأن قالبنا جديد، وأغلب الخصائص إذا أردنا أن نقوم بدعمها يمكن أن ندعمها بملف جديد اسمه ملف theme.json. وهذا الملف فعليا هو الملف الذي أردت أن أشرح عنه كل شيء قبل القالب يعني. فإن شاء الله الآن ربما نبدأ بملف theme.json ونقوم بالشرح عنه، لكن قبل ذلك دعونا نكمل بالفكرة الآن التي نقوم بها. فإذا أصبح الآن لدينا هذه المجموعة التي أنا أعتبرها الهيدر، يمكن أن حتى أميزها مثلا هنا هكذا متقدم، ويوجد لدينا هنا شيء اسمه بلوك نيم، أن أسميها مثلا هيدر حتى يظهر لدي هنا الهيدر. فإذا أكتب هنا الهيدر حتى يظهر لدي هنا الهيدر. يمكن أن أخذ هذا بهذا الشكل، أقوم بنسخها، وماذا أفعل؟ أذهب للقالب الذي لدي وأقوم بإنشاء مجلد اسمه بارت، وبداخل البارت أقوم بإنشاء ملف اسمه header.html. لاحظوا كل شيء، نحن لدينا html، فبالتالي لاحظوا، دعوني أمسح الشيء الذي نسخته قبل قليل سألصقه هنا بهذا الشكل. فالكود هذا، الكود الموجود هو عبارة عن خليط من html العادي الذي قد تعرفه، وأيضا شيء اسمه Gutenberg tags التي هي هذا الموجودة في الأعلى. فإذا لن أشرح عنها كثيرا، لكن أريدك أن تصبح يعني تصبح رؤية هذه الأكواد بالنسبة لك شيء عادي، لا يصبح شيء مخيف. فإذا لا أريد أن ترى هذا الشيء وتشعر أنه شيء مخيف وشيء غير مفهوم، أريدك أن يعني أن تعتاد على رؤيتها وأن تفهم جزء منها. والجزء الذي أنا أريد أن أقوله، لاحظوا هنا في الأعلى مكتوب WordPress Group، يعني هنا لدينا مكون اسمه WordPress Group وهنا تم إغلاقه. هذا الشيء بين الكيرل براكتس هكذا، هذا الشيء هو ماذا؟
هو الاتريبيوتس او الخصائص التي تحدث عنها انا قبل، وخصائص هذه هذا المكون. فانا قلت لكم ان كل مكون له خصائص، وهذه الخصائص يتم التعبير عنها عندما انسخ الكود انا للملفات، يتم التعبير عنها بكيرلي براكتس او يتم اضافتها لكيرلي براكتس والتعبير عنها. فاذا هذه الهيدر التي اضفتها قبل قليل هي من الميتا ديتا لهذا لهذا البلوك، جيد. طبعا لكن مثلا ماذا بالنسبة للأشياء الأخرى؟ مثلا لاحظوا الباك جراوند كلر واللون الذي أنا أضفته هو من خصائص أيضا البلوك، هذا الأزرق وهذا الأبيض هو من خصائص هذه البلوك وتم إضافته لها. فالشيء المطلوب منك الآن أن تعتاد على رؤية هذا الكود وتفهم ماذا يعني هذا الكود بشكل عام، أنه هو يعبر عن المكونات الموجودة وهو خليط من كود HTML وخليط من Gutenberg tags التي يذكر اسمها ويذكر الاتريبيوت أو الخصائص الخاصة بها ضمن curly brackets. وأيضا كل شيء ضمن الكيرلي براكتس سيكون تقريبا ضمن الدبل كوتيشن، دبل هذه اسمها دبل كوتيشن وليس سينجل، اذا مهم هذا دبل كوتيشن وليس سينجل. طيب الان لاحظوا بالنسبه للنافيجيشن او التنقل اعطاه هنا ريفرنس، ما هذا الريفرنس؟ 153. طب انا لو ذهبت للقوائم الان فتحتها 153، نعم لاحظوا هذه القائمه، هذه القائمة لاحظوا في الأدنى، اقرأوا في الأدنى يعني من هنا الآن سيظهر شيء، إذن اقرأوا في الأدنى ما الشيء المكتوب؟ مكتوب site editor.php ثم إشارة استفهام post id يساوي 153. فالشيء الذي يحدث هنا أن هذه القائمة محفوظة أين؟ بالديتابيس ولها post id، لاحظوا. فإذن هذه القائمة لها بوست اي دي ومحفوظة هي في الديتابيس، وعندما أنا أقوم بالإشارة إليها بالكود الذي أنا أكتبه فأنا أشير إلى ماذا؟ أشير إلى الاي دي الخاص بها. طيب أنا لو قمت بأخذ هذا الملف وقمت بنقله، هذا الملف كله قمت بنقله إلى قمت بنقله لموقع آخر بديتابيس أخرى وقام بريفرنس 153، هذا الريفرنس لن يكون موجود. لماذا؟ لأن ليس لديهم هذه القائمة، هذه القائمة محفوظة فقط على موقعي أنا، فاستخدام هذا الملف على موقع آخر هذه لن تنفع، فبالتالي احذفها لا داعي لها، جيد. إذن أي شيء ريفرنس نقوم بحفظه، أي شيء ID نقوم بحفظه تقريبا. لماذا؟ لأن هذا الكود سيعطي خطأ على المواقع الأخرى لأن ليس لديهم هذا الريفرنس أصلا. هل هذا واضح؟